أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. أعزائنا نستعرض وإياكم عناوين أربعة ملفات هي مضمون حلقتنا لهذا اليوم، والبداية ستكون من واقع الأطفال النازحين من قضاء الحويجة إلى مركز محافظة التأميم، وكذلك نستعرض شيئا من واقع النازحين في الأنبار. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر وهو استمرار ردود الأفعال المتعلقة بانتقاد الأحزاب الحاكمة لحفل افتتاح بطولة غرب أسيا في كربلاء من قبل متحدثين شباب. بعد ذلك نتجه بكم إلى التظاهرات المستمرة في قضاء الحمزة بمحافظة القادسية بسبب تردي الواقع الخدمي ونقص ساعات التجهيز الكهربائي، والختام مع ظاهرة الاعتداء على شرطة المرور في بغداد وباقي المحافظات، ونشطاء يرجعون السبب إلى غياب القوانين الرادعة وفوضى السلاح. إذن البداية بمقطع مصور يظهر أطفال النازحين من قضاء الحويجة إلى كركوك مركز محافظة التأميم، وهم يجمعون قوت يومهم من بقايا المواد الغذائية والحديد الخردة من القمامة والذي يبيعونه لكي يعيشوا ببعض ما يجنونه من أموال. نشاهد معا جانبا من حال النازحين بعد أن تخلت عنهم الحكومة والمنظمات الإنسانية. السلام عليكم شباب. السلام. شو اسمك أنت؟ محمود. هذه شو صير لك؟ شو تسوون هنا بالمزبلة؟ نشتغل. تشتغلون؟ طاقة حديد. وين تودونه؟ انت مهجر؟ اي. قاعد ايجار لو بيت لك؟ ايجار. مرتك منظمة؟ لا لا. يعني ابد ما اجت؟ ابد. ملح. شنو الملح؟ شبيه الملح؟ منتهى مفصولي. شبيه ادري شبيه وينه؟ هاد. شو تسوي بيه؟ نرد ناخذه على البيت. وشو تسوون بيه؟ شنو واحد يسوي تاخذه على البيت؟ ما جاي فهمني شوي اكثر. عدس ناخذ منين هذا العدس والملح؟ من شو شوفني الملح؟ هذا الملح. والعدس وينه؟ العدس اخذناه على البيت. قاعد ناخذه. فاصوليه وحماص. زين هذا العيشه احسن لك لو تمد ايدك؟ يا هل احسن لك هذه لو تمد ايدك؟ هذه. ابوك وين؟ ابويا مريض قاعد يشتغل ويانا. وانت جاي تساعده؟ اي. صحيح لو قالوا اشتغل بل ولا تمد ايدك. والله صحيح. ربما كان يتمنى احدهم ان يقول لهذا الصغير ايهما افضل لك ان تعمل بهذه ليست مهنه طبعا بهذه الطريقه المهينه، أم أن تجد من ينظر إليك بعين الرحمة؟ من المؤكد كان سيختار الثانية. حال النازحين في صحراء الأنبار لا يقل سوءاً عن حالهم في الحويجة، حيث يعيش النازحون بمخيمات عمرية الفلوجة التي تؤوي مئات العائلات من مناطق غربي الأنبار وجرف الصخر في بابل ومنطقة القرمة. هناك نجد أوضاعاً مأساوية، ومن هناك إحدى النساء تتحدث عن واقع النازحين المؤلم. نستمع وإياكم. وهل تشوفوا إن بالضيم فوق ما إحنا صابرين الحر والإسقام ولا النوم؟ بيتهم علقة. بيتي والله علقة، راعي بيتي أخذوه. والله الخيمة تدخل بيابا ما تنطونا كشمة الخيمة لو رحنا. أقولك لا. بيتكم واقع بال. إيه والله بيتي تراب وراعي بيتي أخذوه بالقائم غاد. انتم من القام صح؟ ها؟ اي والله. لا وياها ولدها. ايش بيه رجليك تقولين اخذوهم؟ داعش اشتروه. مقتول يعني قتلته داعش. تمام. وانا والله مريضه حاشاكم، والله استظهر بي ست براقم. عمليه مال فقرات. هذا قلب الصمام. حاله. حالة نحاله. عبالهم احنا لسه متونسين بهالخيم. احنا مو متونسين بهالخيم بس من الضيم اللي ورانا. ورانا هناك يعني ضيم. لا ماي لا كهرباء لا امان لا. هذا الموازين على الخيم. نكتفي بهذا فيما يتعلق بملف النازحين ومآسيهم المتواصلة، وننتقل وإياكم إلى موضوع آخر.
تستمر ردود الأفعال المتعلقة بانتقاد الأحزاب الحاكمة لحفل افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء من قبل الشباب الكربلائي. شاب كربلائي عبر عن سخطه من الأحزاب الحاكمة خلال مباراة العراق وفلسطين ليلة أمس على طريقته الخاصة، بينما ردد الجمهور هتافات تغنت بالوطن وعزفهم ألحان الأغنية العراقية الشهيرة التي رددها العراقيون خلال حربهم مع إيران، وهتاف منصورة يا بغداد، نشاهد وإياكم. كثيرة المقاطع والصور المتعلقة بهذا الملف خلفية ما حدث في احتفاليات ملعب كربلاء. في الصور التي ستشاهدونها الآن ونعرضها أمامكم، المشجعون العراقيون يرفعون لافتات رسالية. الموسيقى التي بداخلنا هي موسيقى السلام، هي رسائل وصفها نشطاء بالبليغة والموجهة إلى الأحزاب الحاكمة، رفعها العديد من الشباب العراقي خلال المباراة. هذه اللافتات تحمل العديد من الرسائل كما قلنا لكم، وتشاهدونها وتقرؤونها بأنفسكم. منها أقدس الألحان هو النشيد إلى آخره من اللافتات الموجهة إلى الأحزاب. الآن نذهب إلى اعتراض من نوع آخر، وهو أيضا اعتراض سلمي، بطله الشاعر الشعبي صفاء الصمت، والآخر رد على الأحزاب بطريقته الخاصة من خلال أبيات شعرية أو شعبية، نستمع إليها وإياكم. قدسية تقاع بعزتها، من تمسح بيدك دمعتها، نشر الضحكة وحب الآخر ما خرب شذرة بمحبسها، كرش الدين وحب السلطة وقاطك ورباطك نجسها. قدسية تقاع بعزتها، من طفل الشارع يتعلم، من ما يجرى النهرين الدم، من تلقى لي يستشهد يضحك مو يفرك شفه ويتندم، مو من تشبع انت وتاجك وشفاف الكادح تتفلم، من ام تصفق للقادة مو كل ساعة تنزع شيلتها، قدسية تقاع بعزتها. فليحفظ الله شباب العراق من كل المتربصين. الآن ننتقل وإياكم لنشاهد بعض ردود من العراقيين والكربلائيين على وجه الخصوص، وهي ردود متنوعة. أحدهم رد من خلال تصوير واقع المدينة ووصفه بالمزري في ظل الإهمال الحكومي للبنية التحتية، متسائلاً عما إذا قد هزتهم، أي الأحزاب والمعممين كما يرى نشطاء، متسائلاً عما إذا قد هزتهم مثل هذه المشاهد، ومن هو الأولى أن يوصف بانتهاك القدسية للمدينة أي كربلاء؟ لقطات الفقر والحرمان وانعدام الخدمات أم احتفال افتتاح بطولة غرب آسيا، أيهما يستحق أن ينتقده الساسة وأن يقفوا على مسؤوليتهم تجاهه؟ نتابع. يا با خبصتونا، صار لكم 5 أيام بالقدسية مال كربلاء. تدرون هذا البزل وين لو ما تدرون؟ هذا بنص كربلاء بالشاير، ما تحجون عليه، ما تقولون القدسية باعوا، شوفوا بعينكم باعوا أهل القدسية، شوفوا وفشلتونا قدام العالم. هاي مو يعني هاي الأطفال اللي تمرض بتموت العالم، شوفوا بعينكم، الله لا يوفقكم إن شاء الله. يا والله الآن إلى موضوع آخر. تجددت التظاهرات في قضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة القادسية بسبب تردي الواقع الخدمي ونقص ساعات التجهيز الكهربائي وتردي الواقع الصحي في مستشفى القضاء.
وقام المتظاهرون بقطع طريق الرابط بين السماوة والديوانية لمدة ساعة تقريبا، وأعلن المتظاهرون عزمهم القيام باعتصام مفتوح خلال الفترة القادمة أمام الدوائر المحلية في الحمزة الشرقي في حال استمر التجاهل الحكومي لمطالبهم، جانب من هتافات أهالي الحمزة الشرقي في المشاهد التالية. الشاعر المهوال حسن الحمزاوي ردد هو الآخر أبيات شعبية ضد الأحزاب والحكومة خلال التظاهرة. نستمع إلى الحمزاوي نحن وإياكم. برامجكم اسم التشيع يا سياسيين، انتم يا احزاب الاسلاميه كلكم دون عدكم والعمايم هوش، ما بيكم شريف الامه علويه، كلكم دون عدكم والعمايم هوش، ما بيكم شريف الامه علويه، قسمتوا البلد بالفقسام وطيتوا حصص باسم الولائيه، كلكم تهوسون واجفين لحد يتفرج، قسمتوا البلد في الفقسام وطيتوا حصص باسم الولائيه، اخذتوا ملك للخل فوقكم صار، واحنا اهل الملك صبحنا نزليه، على نسبهم الك يا مسجل التاريخ، هذول من التتر وجنون غازيه، هاول الفاسد ظل الفاسد، كلكم هوسون هاو الفاسد ظل، هاو اليوم نريد نهوسها، هاو اليوم نريد نهوس ضد الخاين والغدار، اليوم نريد نهوس ضد الخاين والغدار، اليوم نريد نهوس ضد الخاين والغدار، اليوم نريد نهوس نكتفي بهذا القدر، والآن ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر. تستمر ظاهرة الاعتداء على شرطة المرور في بغداد وباقي المحافظات، هذه الظاهرة الآخذة في التزايد بسبب ما وصفه نشطاء غياب القوانين الرادعة وانتشار السلاح وفوضى تعدد الجهات التي تحمله، فضلا عن سيطرة القوانين العشائرية وسطوة بعض العشائر على الدولة. ناشطون تداولوا مقطعا مصورا لاعتداء أحد الأشخاص المتنفذين لفظيا على شرطي مرور، لماذا؟ لأنه حرر له مخالفة وطلبه بالتوقف. هذا الشخص لم يكتفي بالسب والشتم، بل هدد حياة الشرطي دون أن يكترث لوجود عناصر القوات الحكومية في مكان الحادث. نشاهد وإياكم. يا حيوان يا أرعن يا مطي، بعد احترمتك لما فيه الكفاية، ندوسك انا دوس، اشجك شنوه، لا انت ولا اتمنى وما يستحي هو نفسيز ويعرف يوم الدين. بقونا في موضوع الاعتداء على شرطة المرور. ناشطون تداولوا أيضا كذلك اليوم مقطعا مصورا لاعتداء
حول اعتداء عدد من الأشخاص على رجل مرور في بغداد أثناء تأديته الواجب في شارع عدن بحي الشعب في بغداد. عركة ويا المرور عركة ليش؟ شوف هذا شلون يدافعون ويردون يضربونه بالمرور. شوف إلى فقرة آراءكم الآن. بالوثيقة 45 ملياراً و190 مليون دينار عراقي هي قيمة إنشاء المرحلة الثالثة لملحق إنشاء مرقد محمد باقر الصدر في النجف وفقاً لكتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات المفارقة. والمفارقة طبعاً هنا مقتدى الصدر يتحدث عن الإصلاح ومحاربة الفساد، فكيف يسمح لحزب الدعوة الذي يشرف على بناء هذا المرقد بالمتجرة باسم عائلته وبناء المراقد بهذه الأموال الطائلة؟ يتساءل نشطاء طرحوا هذه الأفكار وقالوا متسائلين أيضاً، أم هو أي الصدر شريك معهم إذا ما كان الأمر فيه منفعة له ولعائلته؟ كل شيء يبقى احتمالاً. الآن نقرأ وإياكم أبرز المنشورات التي كتبها شباب عراقيون تعليقاً على هذه الوثيقة التي شاهدتموها بأنفسكم. نقرأ تباعاً المنشورات التي كتبها شباب عراقيون، البداية بسجاد المنصور الذي كتب: ترى المبلغ ملحق عقد الأعمال المتبقية للمشروع، يعني هذا جزء من المبلغ مو المبلغ الكامل لبناء المرقد. سجاد يريد أن يلفت عنايتكم أن هذا جزء من كل فيما يتعلق بالمبلغ. من يسمي نفسه القيصر يكتب: اشبعوا واستفادوا من الشلع قلع والإصلاحات والقلاوات، عليكم بالعافية. يبدو أن هذا المواطن وصل إلى حالة الاستياء التام وفقدان الأمل. إلى بهاء القرقولي الذي كتب: هاي لو موزعين بيها قطع أراضي للفقراء بيها أجر أحسن، لعد وين الإصلاح اللي تنادون بيه؟ بعد بمن نصدق؟ معك حق والله يا بهاء كما يرى كثيرون. إلى ضاحية الذي كتب، أو ضياء يكتب: وعندما نطالب الوزارة المعنية أو البلدية بتبليط أحياء النجف المتهالكة أو على الأقل الشوارع الرئيسية منها، يأتيك الجواب والعذر فوراً وهو: ليس لدينا تخصيصات. إلى المنشور الخامس. من يسمي نفسه عقل النجار يكتب: تكفي لبناء 1000 مشتمل للفقراء والمساكين في العراق، ولكم أن تتخيلوا الرقم. إلى المنشور الأخير، وكتبته من تسمي نفسها جوجو جوين، تقول: ماكو لا أدوية ولا جهاز ناظور بالمستشفيات، ماتت الأطفال من الإهمال والخدمات، حايرين بسيراميك المراقد، حسبنا الله ونعم الوكيل. حالة من الاستياء في الأوساط العراقية من صرف مثل هذا المبلغ الضخم والكبير على مرقد أو على مدفن للأموات. أليس الأحياء أولى بأموال بلادهم من صرفها غير المفيد وإسرافها وتبذيرها هكذا على الوجه الذي لا يرضي الكثيرين من العراقيين؟ تساؤلات يطرحها نشطاء. والآن نذهب وإياكم إلى هاشتاغ مقاطعون في تويتر. أربع تغريدات سنقرأها عليكم متعلقة بهذا الهاشتاغ مقاطعون، وهو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا المشاهدين. ونقرأ تباعا عليكم هذه التغريدات، والبداية مع نبيل المسعود الذي كتب: أن يمرر قانون انتخابات مجالس المحافظات البائس وبموافقة الأغلبية في البرلمان ومن ضمنهم دعاة الإصلاح ودعاة المعارضة، فهذا يعني أن الجميع كاذب ويبحث عن مصالح حزبية وفئوية. مقاطعون. إلى التغريدة الثانية.
في هذه التغريدة نقرأ ما كتب حسام الحاج، وفيها: الجفوة التي تفصل العملية السياسية عن المجتمع تزداد حدة يوما بعد آخر، والسبب أن القوى السياسية تتعمد الانعزال في الفقاعة وتصم آذانها عن الرسائل البليغة التي تصلهم عبر طرود غاضبة، آخرها قانون الانتخابات المحاصصاتي والذي سيزيد من عدد المقاطعين، وأنا أول الملتحقين بهم مقاطعون، إلى التغريدة الثالثة. وفيها يكتب إيلي آدم: للأسف لم يبق لنا شيء في العراق، لا حقوق ولا كرامة ولا حياة، مبارك لكم الكراسي، وسوف ننتظر موعد القصاص من رب منتقم جبار. مقاطعون، إلى التغريدة الأخيرة. وكتبتها صفاء، تقول صفاء: لحد هسه أعض أصابع الندم لأن شاركت بالانتخابات السابقة، لأن شفت مهزلة التزوير وحرق الصناديق، لكن لا يلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين. هذا ما تراه صفاء. بعد فاصل قصير ننتقل وإياكم إلى فقرة الفيديوهات المتنوعة. هولندا تفشل في تطبيق قرار حظر النقاب، نتابع وإياكم هذا المقطع للمزيد من التفاصيل. بهذه العنصرية كما يرى كثير من النشطاء التي تمارسها هولندا ضد المحجبات أو المنتقبات. بهذا المقطع نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوتكم. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.